مساكم فل لي، مساء الصحة، مساء العافية على الجميع. احنا دائما حريصين على الفحوصات اللي نعملها الى سيارتنا، مواعيد الصيانة، مواعيد الفحوصات مرة حريصين عليها. ليش؟ علشان السيارة عمرها يطول عندنا، نهتم فيها، بينما المفترض ان احنا نكون مهتمين اكثر بصحتنا من خلال الفحوصات، من خلال التحاليل اللي المفترض نعملها، التحاليل الدورية. وانا موجود في مختبرات الفارابي الطبية، طبعا غنيين عن التعريف، لهم الان اكثر من 12 سنه، عندهم 42 فرع حول المملكه. بمناسبه اليوم الوطني السعودي عاملين عروض، وانا اقول فرصه ان الواحد يجي يعمل تحاليل ويطمئن على نفسه. بصراحه يا جماعه الاسعار راح تكون خياليه. مجموعه الباقات، تخيلوا معي يا جماعه ان ب 92 ريال ممكن تعمل 13 تحليل. طبعا الباقات كل ما زادت التحاليل كل ما ارتفع السعر. الباقه الاولى طبعا ب 92 ريال 13 تحليل. شو تحتوي هذه؟ تحتوي على صورة الدم كاملة، السكر، وظائف الكبد، وظائف الكلى، والأملاح، والكوليسترول، والدهون الثلاثية. تخيلوا يا جماعة هذه كلها ب 92 ريال. ننتقل على الباقة الثانية، هذه الباقة ب 192 ريال 17 تحليل. شنو تفرق هذه دكتورة؟ تفرق نفس الفحوصات الأولى بالإضافة للسكر التراكمي والحديد والغدة الدرقية وفيتامين د. عن سعرها مرة ممتاز. تخيلوا يا جماعة فيتامين د لحاله ينعمل يعني مو اقل من 100 ريال، الغده الدرقيه التحاليل هذول اثنينهم عاده ينعملوا ممكن ب 300 ريال، انت راح تاخذوا كل التحاليل هذه بمناسبه اليوم الوطني ب 192 ريال. يلا نشوف الباقه رقم 3. شنو تزيد هذه الباقه؟ هي نفس الباقه الثانيه شامل اثنين، ولكن زياده عليها مخزون الحديد. اوكي. وفيتامين بي 12 والغده الدرقيه 4 وزلال اللي هو الألبيومين والكالسيوم المتأين. تخيلين يا جماعة 22 تحليل ب 292 ريال. أنا أقول فرصة أن الواحد يطمئن على صحته. ونفس الشيء هذه الباقة 4، طبعا راح أحط لكم أنا صور الباقات، اعملوا لها كابتشر. طبعا كل ما زادت التحاليل كل ما ارتفع السعر، ولكن الأسعار يا جماعة خيالية، وفرصة الواحد يجي ويطمئن على نفسه. تحاليل أنا أشوف مرة مهمة خصوصا إلى الأخوات، يعني من خلال التحاليل هذه نعرف تساقط الشعر. ما لداعي ان الوحده تروح تشتري برودكت بالالاف. في الاول المفروض نعرف ايش المشكله من الجسم، من داخل الجسم. اسباب تساقط الشعر كثيره وشاملينها لكم عندنا بهذه الباقتين الاساسيه، واحده اساسيه والثانيه شامله. حلو، خلينا نشوف الاساسيه ب 292 ريال 19 تحليل. كل هذه الفحوصات مهمه جدا في نمو الشعر وتساقطه. في حسب في حالة التساقط يكون في خلل في أي هذه في أي واحدة من هذه المعادن والهرمونات. هذه الباقة الأساسية، وعندنا هنا باقة شاملة تحتوي على 26 تحليل ب 492 ريال. كل الصور هذه راح أحطها لكم. يا جماعة أنا أقول لكم فرصة تطمئنون على نفسكم. لو ما حبيتوا تأخذوا الباقات عندهم عرض اسمه تحليل عليك والثاني علينا بمناسبة اليوم الوطني. يعني لو جيت مثلا عملت فيتامين البي 12 90 ريال تأخذ الثاني مجانا، الفيتامين دال 90 ريال واحد والثاني مجانا، يعني يطلع بكم؟ يطلع ب 45 ريال. بصراحة فن هذا. موقع مختبرات الفارابي أبدا ما يضيع، موجود بعينك. هذا شارع الخليج كده، وانتو جايين من الدوار كده، دوار الكورنيش باتجاه سيهات، شارع الخليج، يصير الفارابي على يدكم اليمين.